هات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نحن هيئة العلماء الأحرار في سوريا نعلن تضامننا مع كافة الطوائف في سوريا وخاصة إخوتنا المسيحيين جراء الهجمات الشرسة التي يقوم بها نظام بشار الأسد الفاجر ضد الأحرار والأشراف في باب عمرو وجبل الزاوية وحلفايا والسلبية. ونستنكر قتل الأطفال والنساء والأحرار واعتقال الأحرار وخاصة الناشط السياسي منال العبد الله، وندعو كافة الطوائف للوقوف في صف واحد لتحرير الإنسان في سوريا من ذل العبودية. ونقول لكم قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.